السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد هناء من موقع بصراحة الإخباري في كل جديد. طبعا احنا موجودين هنا عند معلمة حنان فيش، أشهر أنواع السمك. كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيب. وعيد سعيد عليكي. الله يبارك لك. اسم إيه السمكة الجميلة دي بقى؟ دي طيارة محمد رمضان. طيارة محمد رمضان. بتطير ديل في الجو. أهي. أهي. الصلاة على النبي. أنا شايفها ماسكها بإيديكي بقالك شوية. بص عاملة. وعايشة. بص عاملة إزاي؟ عامله ازاي؟ ايه اللون الجميل بتاعها؟ بص لونها، بص لونها وبص جمالها، بص اللون بتاعها. اللهم صل على النبي. دي شاف طياره بالاجنحه دي كلها اهو. هي بتقعد قد ايه بره الميه؟ بتقعد كتير. انا شايفك بتطلعها اكتر بقالك شويه. ايوه طبعا اهو. اللي يصلى يا جماعه يكسر. اللي يصلى على هي مش بتهزها بايديها. هي مش بتهزها بايديها على فكره. اهو. ده هي صاحيه. اهو. هي صاحيه بره الميه. زي ما انت شايفين. انت صلى على النبي. النهارده عند المانجاتو. النهارده عند المانجاتو واللي عنده زي ده كداب. ايوه. النهارده عندي مانجاتو. النهارده عندي لمؤاخذه الملك بوزه والعرايس بتاعته. بص العرايس اللي حواليه. بص اللاين هيد وجماله وحلاوته وديوله. اتفرجوا بقى يا جدعان على الجديد يا جدعان بتاع العيد. العيد خلص واحنا هنبدع ان شاء الله. ان شاء الله هنبدع. هنبدع ان شاء الله يا جدعان. النهارده هنبدع. افرجكم على الالوان اللي عمركم ما شفتوها. ايوه بقى اسمها ايه بقى؟ صلى على النبي. ده الفايتر. ماشي عليا يا اسطى. ايوه الفايتر. انتوا دخلتوا ليه؟ ما انا قلت لكم اصبروا. اصبروا. اتفرج على السمكه كده وهي شايله الفايتر على ظهرها. ويعني كده اصول يعني يا جماعه. محمد رمضان وهي بتطلع من المطار يا جدعان. مطار مين يا جدعان؟ فخر السيده عائشه. هنا فخر السيده عائشه. الله 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 واحد الله واحد. ولا نصحتك وانت براحتك واللي يصلى على النبي يكسب. واللي عنده زي ده كداب. اتفرج كده اوعى تقول لي ان دي فشخر. بص انا بوريك اللي عمرك ما شفته. اهي يا جدعان اللي يصلى على النبي يكسب عشان هو متمكن يا جدعان وعارف ان هو ما بيتهزش من اي حاجه. اهو واللي عنده زي ده كداب واللي يصلى على النبي يكسب بصلاه النبي الزبده بيكسب. النهارده عندي مانجاتو. ايه بقى يعني ايه مانجاتو؟ ايه بقى؟ يعني اللي عنده زي السمكه دي في السوق هديك اللي انت عايزه. اللي عنده زي دي انا هديك اللي انت عايزه. وعندي سمكه الحسن اهي. ليه مسمينها سمكه أهي. الحسن؟ علشان السمكه دي سودة بتاخد الانظار اهو. النهارده جايباها كتير عشان الناس اللي سالت عليها اهو فوق وتحت. بذمتك عمرك شفت لون سمكه بالطريقه دي؟ لا بحها بقى خلاص النهارده. احنا النهارده بحها كسب. فاحنا دخلنا على مين؟ سيبنا بحها ودخلنا على محمد رمضان. قلنا نجيب الطياره بتاعت ان كل الركاب محتارين وكل الناس محتارة وعاوزين يعرفوا نمبر 1 عامل ايه يا جدعان. اهو نمبر 1 اهو عند حنان فيش هنا نمبر 1 عند حنان كينج فيش. وش السمكة دي غريبة غير الأسماك كلها. نمبر 1 اهو يا جدعان. واللي عنده زي ده كداب واللي يصلى على النبي يكسب. اللي يصلى على النبي يكسب. اهو انا بفرجك على اللي عمرك ما شفته. النهارده بفرجك على اللي عمرك ما شفته. بس ابن ابنك فين النهارده؟ مش جاي معاك النهارده؟ كان في واحد تاني بس مشي. كان في واحد تاني بس مشي. ايوه بقى كان اللحمه وقال لك مش كان اللحمه وقال لي مش رايح النهارده. لما يجوع هيجي ما تخافش. اهو اللي يصلى على النبي يكسب يا جدعان. اللي يصلى على النبي يكسب. شويه سمك واقسم بالله انا هقعد للساعه 3 بالليل عشان اجيبهم. عشان انا عايز اتفرج عليهم. بتجيب منين ده؟ انا مش عايز اقول لك دول جايين منين. من اسكندريه من اخر الدنيا. بتروح اسكندريه مخصوص؟ لا ما بروحش. هو الراجل بيجي لي في الموقع. بص الصلاة على النبي كل دون اهو. واللي بعجبني النهارده ب 100 جنيه بس. ب 100 جنيه بس يا جدعان. ب 100 جنيه. هو زي ما بيقولوا ده بتاع العريس ليله الدخله. سمكه ليله الدخله. ايوه دي فيها كميه فياجرا مش عند حد اهو. انا بقول للرجال فقط. نمبر 1 للرجال فقط اهو. دي بتاعت الرجال فقط بتاعت ليله الدخله اهو. اهو علشان احنا اوعى يا استاذ احنا ما بنضحكش على حد اهو. ايوه ايوه اديله وشها كده. ايوه صح يا هي صح يا هي. الناس كده من لسه بتسال بيقول لك صح يا صح يا هي. دي نمبر 1. واللي يصلى على النبي يكسب وصلاه النبي تزيدني مثلا. اللي يصلى على النبي يكسب. السمك ده منين؟ زي ده كداب اهو. النوع ده منين؟ السمك ده جاي ده اصلا بلده تايلاند. تايلاند بس هم فرخوه هنا بقى. بيفرخوه في مصر. بيفرخوه هنا في مصر. بيفرخوه دلوقتي بقى في مصر. دي اسمها الزبالة. بص بقى استنى. دي اسمها زبالة يا معلم. بتلم الزبالة اهو. بتلم الزبالة بتلم الزبالة وبتلم الطحالب وبتلم كل حاجة. شال السمكة دي ولا؟ حد يشتري بتاع محمد رمضان ب 150 جنيه. كم؟
ب 150 جنيه 150 بس ب 150 جنيه بس اهو بتاع محمد رمضان يا جدعان نمبر 1 في مصر واللي عنده زي ده كداب اهو اللي عنده زي ده كداب فخر السيد عيد فخر السيد عيد بص يا استاذ اهو اهو بص عامله ازاي اقسم بالله كمان مره ما ردش اهو ايوه سيبها كده بص اللي عنده زي ده كداب واللي يسال على النبي يكسب اللي يسال الملك بوز اهو اه يا جدعان وحوالي العرايس بتاعته اهو عرايس الهند اهو وب 150 جنيه اللاين هيد دي اللاين هيد دي المستورده ب 150 بص عامله ازاي بص الهيد بتاعها دي اللاين هيد انا عايز اوريك هات يا حسن يا حسن هات اكبر واحد 75 بعد 100 75 بعد 100 بتحضم لي الاسعار على طول يا حاج مش بنحطم الاسعار احنا بنبيع بما يرضي الله هات اللاين هيد في عروض عاملاه ولا حاجه كده النهارده لا مالكش دعوه انا عايز ايه الناس الناس اللي بتقول لك بتخاف من الخساره اهو اتفرج عليه ونازل الميه عامل ازاي اهو ايه رايك بالصلاه على النبي بالصلاه على النبي بالصلاه على النبي ناس جايه في السوق جري بالصلاه على النبي يكسب بص بقى دي اللهم صل على النبي اوعى يا استاذ كده وشك بص يا استاذ بص الجيل اللي فوق دماغها ما شاء الله بص ايه الجيل ده بقى ايه الدجل فوق راسها لاين هيد اسمها ام طابق عامله لمؤاخذه زي الملك بوزه بتاع الهند اهو دي العرايس بتاعته دي عامله كام دي 150 جنيه بس ايوه خليها في ايدك كده خليها في ايدك كده واللي عنده زي ده كداب اهو 150 جنيه 150 جنيه واللي عنده زي ده كداب وكتاب الله اللي عنده زيها كداب اهو ليه بتجيب ليه بتجيب النوادر ايه رايك يا اقول لك ايه غريب لدينا دائما ايوه ايوه انا بحب دايما تبقى الواحد عندي الممنوعات يا صاحبي نمبر 1 الممنوعات يا صاحبي الممنوعات يا صاحبي واللي يصلي على النبي يكسب اللي يصلي على النبي يكسب خد يا ابني خد يا ابني يا ريس الرساله عندي يا ريس اللي يصلي على النبي يكسب دي جرين تينر وجرين تينر اللي هي موديل البرتقال دي جرين تينر ايوه جرين تينر اللي يصلي على النبي يكسب طلعناها لك اهي وطلعت لك السمكه السوداء بتاعتك ايه يا جماعه عشان بس تعرفوا اللي هي صح يا جماعه بص يا جدعان دي السمكه بتاع الحسن احنا مش بنضحك على حد اهو ده السمكه التلسكوبي اهو اهو استاذ كده بعد اذنك بعد اذنك اللهم صل على النبي ده التلسكوبي اهي بتاع الحسن ده اسود وفضي اسود بص عينها عامله ازاي وبقها عامل ازاي اهو عينيها عامله كده ليه دي عينها تلسكوبي اسمها تلسكوبي اهي تعالى كده يا استاذ عشان الطريق اللي يصلي على النبي يكسب صلاة النبي زدنا مكسب ورينا معلم صلاة النبي بزيادة تخرع عين الحسادة خش على نمبر 1 خش على نمبر 1 يا استاذ اللي عنده زي ده كداب بص يا جدعان بص الطيارة يا جدعان هتطلع ازاي يا نهار اسود ايه ده وريني وش ده كله الله الله عليك يا حبيب والديك اللي يصلي على النبي يكسب انا نصحتك وانت براحتك ومش هتلاقي زي ده تاني يا صاحبي انا نصحتك وانت ايه وانت براحتك يا صاحبي ومش هتلاقي زي ده تاني واللي عندي من ده كذاب كذاب اللي عندي فخر السيدة عيشة بس اهو اهو بص صل على النبي صل على النبي واللي صلى على النبي يكسب صحيح صل على النبي واللي صلى على النبي يكسب العب العب يا العاب اللي صلى على النبي يكسب وريني بقها اللي صلى على النبي يكسب يا زبلني بقى أوه. يعني فاهميني كده بالراحه بص بقها اهو دي بتنضف الحوض دي بتنضف الحوض بتلم الطحالب بتلم الزباله بتلم الصخر بتلم كل حاجه ايه الجديد النهارده بقى الجديد بقى عندنا الملك بوسه والعرايس اللي حواليه عندك ترسه لا اللي يصلي على النبي يكسب اللي يصلي على النبي يكسب صلاه النبي الزلده يكسب اللي يصلي على النبي يكسب يا جدعان اللي يصلي على النبي يكسب يا جدعان لا 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 على هنا سامح شويه واحد واحد يا جدعان انا عايزكم كده واحد واحد والزبون اللي بيستعجل يتكل على الله عشان احنا بنبيع بضمير والبيع بسعر الجبنه وزي ما جبناهم بعناهم زي ما جبناهم بعناهم والصلاه على النبي الصلاه على النبي مكسبي الصلاه على النبي مكسبي الصلاة على النبي مكسبي واللي صلى على النبي بص نمبر 1 وهو نمبر 1 بص اهو مفيش تحدي مفيش تحدي يا جدعان اقسم بالله ما في تحدي واللي صلى على النبي كده بص عامله ازاي بص عامله ازاي عامله زي الطياره اللي هتطير